من الغرب رانا قلتها سميتو بزاف ديال القنوات ديال الصحافه، قلتها لهم قلت لهم يردوا بالهم وقلت لهم يسمعوا الملك ديالهم، راه عندنا ملك حنا مسؤولين عليه وتيبغي الخير للشعب ديالو، ولكن للاسف راه ما كيسمعوش، راه الوالد ديالو الشباب ديالو سلم عليه غير واحد ما دارش احتياطات، جا هو مسكين بالقلب الصافي بالقلب النيه سلم عليه، ها انت هو ديابيتيك دغيا خدا هاد لا مالادي هادي، راه سي اون بونديمي اللي كتقتل، راه كدي العزيز كدي الكبير كدي الصغير، ما تبقاوش المغاربه متهورين، الله يخليكم ما تبقاوش متهورين، هذه اللي غادي نقول، هذه اللي غادي نقول. شرطه انت مصابه؟ سمعنا انت مصابه؟ اي انا مصابه، انا بوزيتيف، مو سي سوي بوزيتيف مالوغوزمون باسكو انا في لو كونتاكت افيك مون فير، مالوغوزمون اون بو ريان فير، احنا دابا اون دو سويفر لو بروتوكول ديال كوفيد اي تو. Votre mari, les enfants? Non, non, mes enfants, non. Rien, moi et moi, ma petite. Je suis en train de se faire un peu de temps. Je ne sais pas si les gens ne sont pas en train de se faire. Parce que vous savez que 30% des gens ne sont pas en train de se faire. 70% ne sont pas en train de se faire. Et ce Covid, je vais vous montrer les gens qui sont en train de se faire. Je vais vous montrer les gens qui sont en train de se faire. Qui est-ce qui est en train de se faire? Qui est-ce qui est en train de se faire? Qui est-ce qui s'en fiche? كاين لا لا ما كاينش لا الناس كلهم تيقول لا لا ما كاينش لا ما كايناش هاد المناهج لا مقدمي ما كايناش كاينه وكتقتل ولكن مالوغوزمون اون بو ريان فير اون بو ريان فير بالنسبه لا فاميل خوتك والمسائل اي سون با كورون اي سون كون نو اي سون كورون اي سون ما كلشي دابا جاي باسكو اي زابيت لوان دو كازا دونك حنا كنتسناهم دابا يجيو اخر حاجه قالوا لك مرتهم قبل مني نصيحة بزاف ديال النصائح هو تيقول نو آخر حاجة آخر حاجة قال لي كلمة اللي بقات لك في قلبك اللي بقات لك في قلبك هو تأسف ملي مرض بالكوفيد تأسف قال لي مالوغوزمون قال لي ربي بغاني ربي اختارني وداك الشيء هو كان مؤمن كان مؤمن بزاف هو هادشي ما كانش كيخلعو ولا هادشي عنده عادي لأنه هو على طول متقرب من الله والتسبيح والذكر هادشي عنده وجه سهل حنا يمكن يجينا صعيب ولكن هو هادشي يجي سهل ما عرفتش تلقيتو الساعة ديال الوفاة ديالو مع هذيك الربعة باقيين يدي بحال هكا لقينا الخبر هو هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم كوندوليونس زهرة كوندوليونس فوالا والله الله يصبركم الله يصبركم الله يصبركم ميرسي ميرسي جونتي تابار ميرسي ميرسي اللي برحمة الله خويا راه انت شتي محمود إدريسي فنان ضاع فيه المغرب كله ضاع فيه المغاربة كاملين وحنا في هاد الساعة راه حنا في واحد الحالة واحد الحالة ما عرفنا ما نقولوا ما عرفنا ما نقدموا ولا ما نسبقوا ولا ما نوخروا الله يخليك إلا ما أنا صديق شخصي ديال محمود الإدريسي من أصدقاء ديالو أنا وهاد السيدة دار صداقة ديال كدا 40 سنة هذه ملي كان 78 كان كيجي الدار البيضاء جا للدار البيضاء هنا حنا فنانة يا حنا فنانة محمد بونار محمد بونار فنان موسيقي السي مبارك السيد هو فنان عازف عود موسيقي غنقول بحال نزلت علينا الزنزل عرفتي الزنزل ما تعرف راسك فين فين راسك هكا وقع علينا لان مشى لينا واحد انسان ماشي اكثر من الاخ اكثر من كل شيء من الفرقه الفنيه ديالو تكتم انا من الاصدقاء ديالي اللي اسميتو اللي دار فيا الخير كبير وانا درنا الخير بعضياتنا وعشنا بحال خوت فهمتي سمعت بانك الناس اللي جبتوه للدار البيضاء حنا اللي جبنا للدار البيضاء انا وسي محمد في الرباط كان ساكن في الرباط ولادو في الرباط حنا كيجي عندنا كيجلس معنا اسميتو يمشي عند ولادو ثاني مني اسمي الاول في الدار الدار البيضاء جرى الدار دابا فاش سكنوا ولادو دابا في الزنقه الجزائر عنده اربعه ديال الولاد جوج الكبار اسميتو شهرزاد هاد البنيه الكبيره هي الكبيره في ولادو وحاتم ومن بعد تفرق مع المراه اسميتو عاوتاني رجع المراه ديالو ولد مع نوفل وهنا ديالهم كلهم داخل المغرب ولا خارج المغرب؟ لا هنا هم كلهم عايشين هنا في الدار البيضاء وولد ولده الكبير سميتو بن سليمان. اسم علي الشرقي مدير فني المهم لقيتو
الخبر ديال الوفاه؟ تلقينا بواحد الصدمه، صدمه كبيره لا يعلمها الا الله، هذه من ناحيه. ومن ناحيه اخرى يعني اسمح لي كنت كنهضر معاك وانا مرتبك، لان العشره طويله وطويله بزاف، وما كان وهاد السيد هذا رحمه الله عليه ما كتفرقني مع ما فرقتني مع الا الموت، وفي الحياه ديالو ما كان كيفرقني مع الا النوم رحمه الله عليه. واش ولا مده طويله ومريض ولا شنو؟ لا لا بالضبط 8 ايام، 8 ايام بالضبط ديال المرض رحمه الله عليه. واش غنقول لك؟ ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ماشي هذا العبد ضعيف، لا ضعفيه، ضعفيه المغرب كله. يعني كان فنان كبير واكبر متواضع واكبر انسان خلوق، وعزاؤنا عزاؤنا كل الشعب المغربي كله يعود الله صبر في هذا الهرم الكبير رحمه الله عليه، المتواضع اللي كان عاش في الظلمات في الدار رحمه الله عليه.